الضوء مبطايع يلبق، حمى انتشرت بسرعة كبيرة بين عدد من مستخدمي المواقع الاجتماعية كتويتر وفيسبوك وبعض المواقع التي تعرض مقاطع الفيديو كيوتيوب والموقع الجديد كيك، وأحدثت هذه الحمى ضجة كبيرة بين أفراد المجتمع. استخدامات متعددة منها السلبية والاستهزائية، فمنهم من يكتب أو يرفع صورا ومواقع أو ومقاطع فيديو عديمة المعنى، ومنهم من يسخر من الآخرين بشكل مبالغ فيه. ولأننا كإعلام هادف نحمل على عاتقنا مهمة توعية أفراد المجتمع من بعض السلوكيات السلبية التي لا تليق بأبناء الإمارات، نعرض لكم التقرير التالي. وايد بارد هني، والضوء مطايع يعني يلبق. هذا هو مقطع الفيديو الأصلي الذي تم رفعه على أحد المواقع، ليبدأ بعدها مشوار التعليقات والسخرية من جانب الشباب والفتيات. والضوء مطايع يلبق. ولعل الملفت في الموضوع أن المقطع الأصلي والمقاطع الأخرى انتشرت بشكل واسع وغريب على المستوى الخليجي والعربي، حتى ظهرت مقاطع بعدة لهجات يتم فيها تقليد المقطع الأصلي بشكل ساخر خارج عن اللياقة. احنا قاعدين هلا بالبرية والضوء مش راضي يعني يلبق. والضوء ما يشتيش البق. والضوء ما طيعت البق. لبقها. ضوء ما يلبق. ليس هذا فقط، بل امتدت حمى الضوء ما يلبق للوسط الرياضي. من يقول الضوء مبطايع يلبق؟ من بيقول الضوء مبطايع؟ ما دفعنا لإعداد هذا التقرير دعوة صادقة نطلقها لمستخدمي المواقع الاجتماعية لانتقاء كلماتهم المكتوبة بعناية، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو، لأنها تمثل في النهاية المطاف قيم المجتمع وثقافته. كما ندعو المعلقين لمراعاة شعور الغير وأن لا يبالغوا في ردودهم بالتعليقات الحادة أو السخرية من الآخرين، فلنتذكر أننا إماراتيون أصحاب أخلاق فاضلة وقيم نبيلة. لأخبار الدار، سعيد بوغازيين. خلاص لازم نرد البيت. ولمعرفة رأي الخبراء الاجتماعيين في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد العموش، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة. دكتور أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدي. دكتور أحمد، كيف تحلل الأبعاد الاجتماعية لهذه التعليقات والكليبات التي لا تليق بأبناء الإمارات وما صاحبها من تعليقات نقول عنها ساخرة؟ شكرا يا سيدي على هذا الطرح لهذا المقطع وغيره. حقيقة هناك العديد من المقاطع التي تمتاز بالسخرية. حقيقة هذا المقطع وغيره يتعارض كما تفضلتم في هذه النشرة مع المنظومة الثقافية والقيمية لثقافة مجتمع الإمارات. هذه الثقافة التي تستند على الاحترام والتقدير والقيم النبيلة كما أسلفتم. هنا لابد أن نؤكد دور الأسرة والمدرسة والإعلام حقيقة لمحاربة هذه الآفة والتي أصبحت تهدد كيان ومستقبل شباب هذه الأمة. فعندما ندرس خصائص هذه الآفة، حقيقة هؤلاء الشباب يعانون من التنشئة الاجتماعية الناقصة، يعانون من غياب الإدارة الأبوية. أين الآباء حقيقة عندما يتركون أبنائهم ساعات طويلة وهم على شبكات التواصل الاجتماعي؟ فلا بد من رقابة أبوية حقيقة وإشراف أبوي. لا بد أن نعزز دور الأسرة والمدرسة في تعزيز المنظومة القيمية، لأنه ليست كل الشبكات التواصل الاجتماعي حقيقة شبكات إيجابية، فلا بد من وجود رقابة دائمة على هذه الشبكات. لا شك. نعم دكتور، كلمة توجهها للشباب والشابات في مجتمع الإمارات حول مثل هذه الموضوعات والطرح؟ نعم يا سيدي، حقيقة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون موجهة بشكل صحيح نحو التعليم والثقافة. يعني وجدت هذه الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي، للثقافة والمعرفة. الآن في المجتمعات الغربية المتقدمة تستخدم في المدارس والتعليم والجامعات، فيجب أن نوجه المدرسة والجامعة والإعلام أن نوجه هذه الشبكات، نوجه أبنائنا حقيقة بدل أن يقضون ساعات طويلة
في هذه في الشاتنج أو في الدردشة أو البحث عن مقطع أو غير مقطع والتشهير بالآخرين. يجب أن نكون جديين، وثقافتنا الثقافة الإماراتية تقوم على الجدية والتعامل والاحترام مع الآخر، فلا بد أن نحترم خصوصية الآخر، ولا بد أن نبتعد عن التسوية، فلا بد أن نوجه حقيقة الشباب نحو التعليم والمعرفة بدل هذه المقاطع التي حقا يعني تضر بالآخرين، وهناك تشهير بهذه المقاطع من قبل بعض فئة قد تكون فئة محدودة من الشباب. نعم، الأستاذ الدكتور أحمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة والمداخلة. شكرا يا سيدي لكم.